ضبط اكسس اي بي 4 من تندا على الاصدار الاول على شكل فيلا. انتقل اول شيء الى خانة النتورك واحدد الاي بي الذي اريده اقوم بتحديد الاي بي. طبعا الاي بي بيختلف من شبكة لشبكة. واحدد الراوتر ودي ان اس اخلي مكانه. بعد ان قمت بضبط الاي بي اقوم بتعطيل الدي اتش سي بي سيرفر. بعد ان قمت بتعطيل الدي اتش سي بي سيرفر اقوم بالدخول الى واي فاي وادخل اسم الشبكة الخاص بي واحدد قوة البث حسب احتياجي. اجعل القناع 20 لاني ما بحتاج 40 ومن ثم اعمل سيف. انتقل الى خانة الكيو فيلا. واقوم بعمل انيبل. اقوم بادخال الفيلان للمانجمنت. اذا اردت ان اجعل مختلف ممكن مختلف، اذا اردت ان لا اجعل مختلف لا اجعل مختلف. اذا انا سوف اجعلها مع الفيلان مانجمنت نفس فيلان الواي فاي علشان اقدر اوصل للادارة عبر الواي فاي. اعمل سيف وبيعيد التشغيل الجهاز.